السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع امي تسنيم المتنوعة. يا جماعة الفيديو بتاع النهاردة فيديو غريب شوية. فيديو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بنت اسمها لينا مدينة عايشة في جبال البيرو. صراحة ربنا انا مش عارفة المكان ده فين بالظبط. البنت دي عندها 5 سنين يا جماعة. قصتها محيرة قوي. انا عايزة بقى رأيكم في التعليقات وتقولولي يعني ايه تفسير القصة دي ايه. البنت دي عندها 5 سنين يا جماعة. في يوم من الأيام اتفاجئوا ان هي بطنها منفوخة شوية منفوخة يعني طالعة كده. فطبعا أبوها وأمها خدوها وجريوا بيها على المستشفى. طبعا مسكوها وعملوا لها التحليلات اللازمة. يعني هي البنت دي برضو كان فيها مشكلة يا جماعة. البنت دي هقول لكم مشكلتها. بس هما لما ودوها يا جماعة المستشفى طلعت حامل في 5 شهور. بنت عندها 5 سنين كانت حامل في 5 شهور من مين مش عارفين. من يعني الحمل ده من ايه. بيقول لك ان البنت دي يا جماعه وهي عندها 8 شهور بلغت زي السيدات. انتوا فاهمين طبعا. البنت دي بيقول لك يا جماعه برضو ان هي كان عندها كل مواطن الانوثه زي اي واحده ست كبيره عندها 25 سنه عندها 26 سنه. وهي بتبقى وهي عندها 5 سنين. طبعا لفوا بيها على الدكاتره عشان يعرفوا سبب الحمل ده ايه وسبب ان البنت دي مكتمله البلوغ كده ليه. لما راحوا لدكاتره كتير والدكاتره صراحه ما بقوش عارفين تفسير البنت دي غير ان هي مصابه بمرض نادر مصابه بمرض البلوغ المبكر. طب الحمل ده يا جماعه جالها منين مش عارفين. حتى حققوا في المواضيع. البنت ما كانتش بتخرج ما فيش اي حد كان بيشوفها. البنت كانت قاعده في البيت ما بيخرجوهاش. طبعا عملوا تحليل للناس كلها اللي كانت عايشه معاها في البيت. كان معاها والدها كان معاها اخوها كان اصغر منها برضو. ما طلعوش ان البيبي اللي في بطن لينا ده من اي حد من البيت ولا من بره البيت. الموضوع غريب يا جماعه من كل الجوانب. لينا دي الناس كلها احترت في امرها. طفلة زي دي يا جماعة كاملة متكاملة فتاة كاملة وهي عندها 5 سنين. كل حاجة بتحصل للفتاة اللي عندها 20 و24 سنة و30 سنة حصلت مع الطفلة دي وهي عندها 5 سنين يا جماعة. طبعا ناس كتير قوي اتبنت حالتها. دكاترة كتير قوي في البلد اللي هي عايشة فيها اتبنت حالتها عشان تكشف عليها وتشوف الطفلة دي ازاي كده. معرفوش برضو السبب ايه غير ان هي مريضة بالمرض بتاع من ايه اللي هو البلوغ المبكر ده. بعد فتره يا جماعه خلفت ذكر وكان بصحه جيده وكان كويس قوي. وبس ما كانوش عارفين والده ولا البنت حملت من ايه يا جماعه ولا كل التغيرات اللي بتحصل لها دي منين. طبعا من عند ربنا. بس يعني اول مره الناس تشوف حاله زي دي. اتجوزت لينا بعد فتره واتجوزت من رجل حالته الماديه كويسه وكده وخلفت منه ذكر تاني. ولغايه دلوقتي يا جماعه لينا مستخبيه. ناس كتير قوي عايزه تعمل لقاءات معاها. طبعا هي كبرت شويه عن ال5 سنين. طبعا عايزه تعمل لقاءات معاها. دكاتره كتير كانوا عايزين يعملوا على حالتها تجارب ما رضتش. اهلها ما رضوش. اتجوزت وخلفت وهي دلوقتي مخلفه ذكر تاني ومعاها الذكر الاولاني اللي هي خلفته من الاول اول مره وهي عندها 5 سنين يا جماعه. خلفته وهي عندها 5 سنين. طبعا الموضوع ده يا جماعه ملوش تفسير عندي. اللي ليه تفسير عنده هو يقول لي في التعليقات لان انا مش فاهمه القصه دي اي حاجه خالص. انا حكيتها لكم وحبيت اشاركها معاكم عشان تقول لي رايكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق. انا الفيديوهات بتاعتي يا جماعه للتعظ والتوعيه وبرده بحب اعرف الناس قصص غريبه بشاركها معاكم عشان الناس تعرف وتقول لي ايه رايها في القصص اللي انا بقدمها. يا رب الفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.